ما أن يرى قطعة أثرية أو تحفة نادرة إلا واقتناها. هذه قصة عشق عاصي أبو جابر للآثار التي أحاط بها بيته، عشق سرعان ما تحول لولع قاده لاكتشاف كهف تحت أرضه يعود إلى العصر الروماني المتأخر. كهف العاصي الذي سمي باسمه أزاح الستار عن أسرار حقب وحضارات تعاقبت عليه، تاركة وراءها ما يحكي عنها من آثار سكنت لسنين جوف الأرض. أثناء تجوالي بالأرض أنا لقيت أنا إشارة على الصخر، وصممت أنه يوجد عندي كهف بأرضي يعني، وبالتصميم لازم حوالي 6 أشهر وأنا أدور على باب الكهف تا وجدته. هو يعني شعور اعتزاز إني أنا يعني مكتشف الكهف، يعني شغلة بدها تنزل بالتاريخ، هذا شغلة التاريخ، هذا التراث. أكثر من 2000 عام وكهف العاصي الروماني يضم ما بين دهاليزه آثار الرومان والبيزنطيين والفراعنة، كل منهم حفر بصمة وجوده في هذا الكهف الذي فيه البسملة محفورة في الحجر كشاهد على وجود الحضارة الإسلامية، وحجارة المنجنيق هنا وأنابيب نقل المياه الفخارية هناك، آثار سكنت إرثا تاريخيا يستوجب حسب مسؤولين وضعه على خارطة السياحة في الأردن. اهتمامات وزارة السياحة والأثار بعد زيارتنا لهذا الكهف المميز بوضعه على المسار السياحي الأردني الرئيسي لترويجه محليا وعالميا وإقليميا من خلال وزارة وهيئة تنشيط السياحة، ليكون على الخارطة السياحية رسميا ضمن منظومة منطقة العاصمة عمان. لقيته في الكهف عبارة عن شغلات تماثيل فرعونية، ولقيت كتابات إسلامية، ولقيت كمان روماني، ولقيت يوناني بالكهف. تصميم هندسي يعكس دقة الرومان في البناء الذي اعتمد على فتحات التهوية وثلاثة مداخل، إن ولج الزائر أحدها يجد بصمة خاصة لصاحبه الذي وضع في الكهف تراث آبائه وأجداده من أدوات زراعية وحرفية كرمز يثبت جذور أهله وتاريخهم في هذا الكهف الروماني القديم. سهى جميل، العربية، عمان.